3 2 1 ده 3 2 يا 3 2 والله يبارك فيك يا بكر. خلينا اقرا سواء هذا 6 ورق. الوقت يا استاذ، الوقت اللي لم تقطعه هو العشرة فوق الشجرة. طيب احنا الان بعد المشهد الاول بيكون في فاصل ولا مباشرة تدخل في التعليق؟ طوالي في التعليق مباشرة. مروان ليش؟ يا اخي قريبك هذا ايش اسمه، مدري ابن عمتك ابن خالتك ابن جدتك ماشي بالسيارة. صبر ماشي بالسيارة، استقبل بترول، صدم واحد، هرب، تقلب، حرق نص بيت، وبعدين نص البيت حرق نص حارة، المحرك ولا ولعت، ماتوا كلهم. متى ذكر؟ قبل يمكن صلى على رسول الله، حسبي الله ونعم الوكيل. قبل التلفون الله يرضى عليكم. مروان ايش فيه؟ كذبة بريء. ايش من كذبة بريل؟ ايش من كذبة بريل؟ من اللي اخترع هذا الكلام؟ يعني من اللي اخترع هذا الكلام؟ يعني اللي اخترعوا هذا الكلام يعني منتظرين لابريل عشان يكذبوا؟ يعني محسسيني انهم صادقين طول السنة. Happy birthday to you. Happy birthday. Birth. انا قد حضرت حضرات خيرة. وهذا فرنسي، انت ما تفهمش بالفرنسي. مروان. خليه عربي. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل. يا سلام يا سلام، عيد ميلاد حلو حلو جدا للزعيم. هابي بيرث داي يعني عيد ميلاد سعيد. كان هذا الاحتفال بعيد الميلاد 21 مارس، يعني 21/3، يعني بنفس يوم عيد الأم. وكلنا نعرف يعني ان الواحد عنده عيد ميلاد واحد، يعني الواحد لما يعمل عيد ميلاد يكون عيد ميلاد واحد في السنة. لكن نجي نشوف عيد ميلاده في هذه الوثيقة 15/7، يعني هم عملوا حفلة عيد ميلاد في 21/3 والوثيقة تقول 15/7، لكن شكلهم احتفلوا بمناسبة كذبة إبريل. وطبعا هذه مش الكذبة الأولى، من زمان. يعني على سبيل المثال للحصر، جمعة الكرامة لما طلع وقال: وهذا ما حدث اليوم من اقتحام لبعض المساكن واقتحام لبعض البيوت، وحصلت ردود الأفعال. بالنسبة للشرطة لن تكون موجودة في هذا الحادث على الإطلاق، ولن تطلق أي طلقة نار في حادث في ما حدث اليوم هذا، ولكن كان بين مواطنين السكان أنفسهم في الأحياء مع هؤلاء المسلحين الذي داخل المخيمات. هيا قدموا رجع هذولا. شوف كيف هذاك يجلس. هذاك اللي هناك، شوف كيف هذاك يسعف النار. قتلوا رصاص هذا. طيب والأمن اللي كانوا موجودين، الظاهر أن الأهالي مسكوهم وخلوهم دروع بشرية، والكذبة استمرت لما جاءت عايدة بنت عمر على أساس أنها أمين عام رابطة الصحفيين القوميين أو الأمن القوميين، مش عارف يعني. المهم عرفوها أنها أخت المبعوث الأممي جمال بن عمر، وعلى أساس أنها طلبت من الزعيم أن يكون رئيس للرابطة. نجي نشوف هذه الوثيقة. طبعا هذه الوثيقة تظهر لنا أنها تونسية، بينما المبعوث الأممي جمال بن عمر مغربي. ثانيا والأهم، الأهم أنهم عرفوها أنها أمين عام رابطة الصحافة، لكن الوظيفة في الجواز لا شيء، يعني هي نكرة. يا لا شيء، ليش تتكلمي باسم الصحافة؟ ليش أصلاً يا لا شيء؟ حسبي الله ونعم الوكيل في الكذب.
عندي بشر لو سمحت يا مخرج اللي بعده. لا وتصفيق وتصفيق في الجامع وبنروح بالدم باقي نصفر نصفر في الجامع كمان في الجامع يعني انتم مركزين انه في تصفيق في الجامع الراجل يتكلم وهم يصفقوه في الجامع بدل ما يكون في تعظيم لشعائر الله. مش كافي يا جماعة التصفيق في عيد ميلاده وفي السبعين كمان من مساك الخير يا الغفل الرضا من شاف ما يكره يفارق من يحب. أدعوهم إلى منع الاختلاط إلى منع الاختلاط إلى منع الاختلاط الذي لا يقره الشرع لا يقره الشرع الاختلاط في شارع الجامعة. يا عيني هو أصلا حرام الاختلاط في الجامعة مش في مكان ثاني. طيب أنا أشتي في عيد ميلادي عيد ميلادي قد كمل صح؟ كان 7/4 طب أنا أشتي كان في عيد ميلادي قد راح أشتي يكون الحفل في 70 ويكون فيه 7000 واحد يحرسوه الطوطة واشتي كمان الفنانين يجوا يقطعوا الطوطة واشتي تعملوا لي صور كذا يعني صور وتعلقوها فوق الجنابية واشيكم تسموا شارع باسمي. أعتقد أن كذبة إبريل لها صلاحية كبيرة عندنا وما لهاش انتهاء من عيد الميلاد إلى عايدة بنت عمر. أعتقد أنهم يحتاجوا لرقية شرعية أو حتى عرفية. بسم الله الرحمن الرحيم لعب يردن لعب يردن لعبك أمي لعب يردن لعب يردن لعبك أمي لعب يردن لعبك أمي لعبك أمي. كان من أهم الأحداث لهذا الأسبوع قرارات التعيين والإقالة لبعض القادة العسكريين والمحافظين بقرارات رئاسية مثل تعيين شوقي أحمد هائل محافظ تعز. الناس في تعز شوقي متفائلين والقدارة تحكم. وزي تعيين قائد القوات الجوية قائد للقوات القوية بدل من القائد الأول محمد صالح الأحمر أخو المخلوع. لكن هذا رفض أخو المخلوع رفض قرار رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وراح هدد بقصف المطار ووقف الرحلات. النار صباح اليوم على برج المطار المدني الذي أدى إلى توقف وشلل تام لحركة الطيران المدني منذ الصباح. طيب محمد صالح الأحمر يرفض قرار رئيس الجمهورية بترك قيادة القوات الجوية. هذا طبعا الموقف رغم أنه غير مبرر ولا يمكن نتفهمه أصلا لكن خلونا نعديها. لكن قائد الحرس الخاص بالرئيس يرفض الإقالة ليش؟ يعني مصر يحرس الرئيس غصبا عنه. لو سمحت يا أخي يا طيب مكاني لو سمحت لو سمحت اليوم يا أخي أعتقد أن وراء هذا الرفض قات بلدي درجة أولى قات قارح. ولهذا أنا أشكر حملة مؤسسات ومراكز حكومية بلا قات طبعا أنهم عاملين حملة جميلة هذه اليومين على أساس أنه يمنعوا القات في المؤسسات الحكومية. لكن تخيلوا يا جماعة لو دخلت مؤسسة حكومية واحد مخزن بقات زي هذا. الواحد يا جماعة ربنا يكرمه ويسافر ويطلع من البلد المخزنين يعني ربنا يكرمه ويسافر من البلد. لكن فجأة لما تمشي
بشوارع الصين وفجأة ونحن في الصين. مرحبا بكم. هذا كذا كويس، هذا يميني، هذا تمن طويل، هذا بعد في هذا خزن كذا، هذا في كلب